بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. تقوية عضلات أسفل الظهر في التنس الأرضي يؤدي اتخاذ وضع الاستعداد في استقبال الكورة، والذي يكون فيه الظهر في وضع منحني وأنا واقف ريدي بوزيشن، الظهر يبقى منحني في حركة مستعدة على مشط رجلي في ودعم العمود الفقري، خصوصا أثناء القفز والتحرك لأي لعبة من خلال الريدي بوزيشن، بتؤدي إلى تقوية عضلات أسفل الظهر في التنس الأرضي. شكرا.